هذا وتسببت موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الليلة الماضية وصبيحة اليوم الخميس مناطق عدة بولاية بيجاية مصحوبة برياح قوية في عقد حركة المرور على مستوى طريق الوطني رقم 9 الرابطي بين ولايتي بيجاية وصيف في شطره ببلدية درجينة، حيث غمرت مياه الأمطار وسط الطريق جراء انسداد قنوات صرف المياه المحملة بالأطربة والأوحال والتي جرفتها الوديان الثائرة.